احمدوا الله على النعمة اللي انتوا عايشين فيها، والله ان العالم كله حاسد انكم يا السعوديين. والله اخوكم من اليمن قسم بالله ان احنا عايشين في ازمة لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. لو جيت انت يا السعودي تعيش عندنا في اليمن ما تقدر تعيش يوم واحد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ماي واحيانا بيشحنون شويه بهارات. شوفها ماي فاضي. شو عم تعمل عمو؟ نقى خبز. العالم بطرانة نركب الخبز هون. سنة الجوع، هل تعلمون ماذا حصل؟ كان الناس في الجزيرة يتسابقون على الفطيسة ويطاردون الجراد ويخبطون ورق الشجر فيغلونه بالماء ويشربونه، ما لهم إلا هذا. يطوف الأولاد على البيوت بالليل يطرقون الأبواب لعلهم يأخذون كسرة خبز، فلا أحد يفتح لهم، فيصبح أصحاب البيوت صباحا يفتحون البيبان يجدون هؤلاء الأطفال موتى على الأبواب. المرضعة ترى على الأرض مستلقية ميتة وعلى صدرها طفلها قد مات معها من الجوع. 1,300,000,000 طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام، ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر $750 مليار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. وكل بايت جوعا وناس ما احدروا عنا على كل صحوننا.